السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة تفوق بامتياز. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعطيكم اهم الاسئله اللي كتبقى تتكرر كل سنه مع الروايه الثالثه ديالنا لو ديرني جور دان كونداني. يعني كيف عارفين حنا ان ضروري كيكونوا شي اسئله اللي كيبقاو كيتحطوا مع جميع لي شابيتر مع جميع لي زيكستري ديال هاد الروايه هادي. في هذا الفيديو جبعت لكم هاد الاسئله هادو، كنتمنى انكم تخدموا عليهم باش اوموا تضمنوا واحد ربعه ولا حتى الخمسه ديال النقاط نهار الامتحان الجاوي في حالات خدمتو لو ديرني جور دان كونداني او تحطات لو ديرني جور دان كونداني. غادي نحط لكم ان شاء الله فيديو خاص بالاسئله اللي كتحط مع لابوطا ميرفي وحتى الاسئله اللي كتبقى تعاود في اونتيغون. نتسناو الفيديوهات المقبله وما تنساوش تبارطاجيو لاشين مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد وتعم الفائده. قبل ما نبدا معكم اول سؤال، دائما ما تنساوش تدعيو مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء ديال المسلمين. ونبداو على بركه الله باول سؤال ديالنا. دو كيل اوفر سو تيكست ايتيل اكستراي؟ يعني بلا ما نهضروا على ذاك لو طابلو اللي كلشي كيعرفوا، ديجا درت لكم فيديو بلا لو طابلو كيتعطبوها بهالطريقه وهذا هو التنقيط ديالو وشنو هما الاسئله اللي كيبقاو يتعطاو في لو طابلو. الا ما عطاوناش لو طابلو كيكونوا عندنا هاد ثلاثه ولا اربعه ديال الاسئله اللي درت لكم في البدايه. يعني اش من قصه موخذ لو باساج ديالنا. كيسيون نيميرو 2، اون كيل اني سيت اوفر اتيليتي ايكريت؟ يعني في ان عام يعني هاد القصه ديالنا تكتبات؟ حنا عارفين ان في لو ديرني جور دان كونداني عندنا تاريخ واحد 1829، ما عندناش حنا التاريخ ديال الكتابه والتاريخ ديال نشر بوحدو والتاريخ ديال شي حاجه اخرى، عندنا تاريخ واحد هو اللي كنكتبو كجواب. كي لوطور دو سيت اوفر؟ شكون هو الكاتب ديال هاد القصه؟ فيكتور هيغو. حاولوا انكم ما تغلطوش في هاد الاساسيات ديال القصه. قلت لكم فيكتور هيغو لك كتبتي خطا راه كتعطي فكره للمصحح انك ما شادتش شي لعبه. سيتي ان اوتر رومون دو ميم اوتور، عطيني واحد القصه اخرى كاتبها لنا نفس الكاتب فيكتور هيغو. يعني ديجا قلت لكم تحفظوا جوج، يا اما لي ميزيرابل سهله يا اما نوتر دام دو باري، هادو هما اهم القصص المشهورين ديال فيكتور هيغو، كتبوا وحده فقط. كالي لو جونغ ليتيغيغ دو سيت اوفغ؟ النوع راه باين غومو اتيز. كالي لو كورون ليتيغيغ دو لوفغ؟ يعني التيار الادبي، التيار الادبي. كاين اللي كيشوف غير ليتيغيغ صافي كيجي نيشان ويكتب غومو اتيز، راه كاين الفرق ما بين لو جونغ ليتيغيغ وما بين لو كورون ليتيغيغ. يعني النوع الادبي غومو اتيز والتيار الادبي راه قلنا هو لو كورون رياليزم. السؤال الموالي، كالي لا فيزي دو لوتور؟ شنو هي الرؤيه ديال الكاتب؟ هاد السؤال هذا عنده جواب واحد، لابوليسيون دو لا بان دو مور ولا ابولير لا بان دو مور. فيكتور هيغو كتب هاد القصه هادي على واحد الهدف اللي هو الغاء حكم الاعدام. هاد السؤال كيتعطى بعده طرق، يعني يا اما يقولوا لك عطيني لا فيزي دو لوتور، يا اما كالي لا تيز ديفوندو باغ لوتور، شنو هي الاطروحه اللي كيدافع عليها الكاتب؟ الميساج لوتور فوتيل ترونسميت، شنو هو الميساج اللي بغى يرسل لنا فيكتور هيغو من خلال هاد القصه هادي؟ يعني ولا كالي لو بيوت دو فيكتور هيغو، لوبجيكتيف دو فيكتور هيغو؟ كيتعطى بعده اساليب واني عندنا جواب واحد اللي هو ابوليغ لا بان دو مور، الغاء حكم الاعدام. بالنسبه للسؤال الموالي، سو اكستري سو سيتو او، يا اما غيقولوا لك هاد الاكستري هذا هاد الباساج اللي انت عندك نهار الامتحان في اي مرحله في القصه كاين؟ واش او ديبي دو لوفر ولا او ميليو دو لوفر ولا ا لا فان دو لوفر؟ يعني واش كاين في البدايه ولا في الوسط ولا في النهايه؟ يعني نهار تبغيو تكتبوا الجواب نهار الامتحان الجوي ما تكتبش غير ا لا فان ولا او ميليو ولا او ديبي بلا ما دير واش سي ولا بي ولا ا، دائما هز ديك الجمله الصحيحه هزها مع داك الرقم ديالها. جوستيفي فوتر شوا مع هذا السؤال، يقول لك علل الجواب ديالك، يعني علاش هاد لو باساج كاين مثلا في الوسط ديال القصه ضروري خصك دير لا جوستيفيكاسيون من عندك. السؤال الموالي، كيا لو ناراتور دون سو تيك؟ شكون هو لو ناراتور؟ حنا لو ناراتور ديالنا راه هو لو كونداني، سوا عطاونا الباساج من لو شابيتخو 1 ولا من لو شابيتخو 12 ولا من لو شابيتخو 48، حنا عندنا راوي واحد اللي هو لو كونداني. او سو تخوفتيل؟ ضروري خاصكم تعرفوا فين كاين، وهذا هو المشكل ديالكم. يعني فين غادي يكون لو كونداني؟ يعني واش كاين في بيسيتر ولا كاين في الكونسيرجوري ولا كاين في لوطيل دو فيل؟ يعني خصكم ضروري تعرفوا المكان اللي كاين فيه لو كونداني، داكشي على حساب لو باساج. مي ملي سولوكم على لو ناغاتور راه جواب واحد مع اي باساج تعطى اللي هو كنقولوا لو ناغاتور راه هو لو كونداني ولا ان كونداني. كيل كريم اتيل كومي؟ شنو هي الجريمه اللي ارتكم لينا هاد لو ناغاتور هاد لو كونداني؟ حنا ما عارفينش الجريمه. دائما الجواب ديالنا كيف ديجا عطيتو لكم قبل كنقولو بروبابلومون ان ميرتر،
يعني احتمال تكون جريمة قتل، ولا كنقولوا كريم دو سون، ولا كنقولوا جريمة يعني فيها الدم. وحده من هادو كنديروا كونيطو اوفا لي دونتيتي دو ناراتور، واش حنا عرفنا في النهايه الهويه ديال لو ناراتور، يعني الهويه ديال هاد الشخص اللي ارتكب هاد الجريمه اللي حنا بقات عندنا مجهوله. طبيعه الحال لي دونتيتي غاست انكوني جوسكا لا فان دو رومون، يعني فيكتور هيغو بقى مخبي علينا الهويه ديال لو كونداني حتى لاخر فصل في الروايه اللي هو الفصل 49. سؤال 13، بوركوا فيكتور هيغو نا باسيتي ليدونتيتي دو كونداني؟ يقدروا مثلا ما يعطيوكش السؤال بالطريقه ويعطيوك بهذه الطريقه هذه، يقولوا لك علاش الكاتب فيكتور هيغو ما عطاناش الهويه ديال لو كونداني؟ اوتوماتيكمون غادي تكتبوا يعني نيشان، غادي تكتبوا فيكتور هيغو انسيست سور لو كوتي هما دو كونداني، هو باغي 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 يزيد يعني ياكد على الجانب الانساني ديال لو كونداني، ماشي داك الجانب السيء اللي فيه ديال الخطا اللي ارتكب وادى به لهاد هادشي هذا اللي هو فيه. مبغيناش نشوفوا داك الجانب السيء، ولكن بغينا نشوفوا داك لو كوتي هما، داكشي علاش يعني خبى علينا الهويه ديال لو كونداني. كيل توناليتي او بيان طون او روجيستر دومينون دون سو تيكست، يعني التوناليتي اللي كاينه في لو تيكست ضروري غيسولوكم على دائما دائما في لو ديرني جور دان كونداني كتبقى التوناليتي كتفاوت ما بين باتيتيك او تراجيك، هادشي هذا اللي كيكون بزاف في هاد لي باساج ديال لو ديرني جور دان كونداني. سؤال موالي، ريليفي دون لو تيكست دو مو او اكسبرسيون ابارتونون او شون ليكسيكال دو، يعني كيقولوا لك جبد ليا واحد جوج الكلمات ولا اربعه على حسابهم باش غيبغيو نهار الامتحان، يعني ولا تعابير اللي هما داخلين في واحد الحقل دلالي. بالنسبه للحقول الدلاليه اللي كتبقى الدور بزاف في لو ديغني جور دان كونداني، لو شون ليكسيكال دو لا مور ديال لا جوستيس، لا دولور، لا سوفرونس، لانكارسيراسيون يعني ديال السجن، هادشي كامل خصكم تكونوا عارفين عليه واحد الكلمات وجامعين جامعين واحد الفوكابولير على هاد الحقول الدلاليه، يعني هادو هما اللي كيبقاو يدورو في لي باساج ديال لو ديرني جور دان كونداني. كيل سونتيمون ايبروفيفو اليغار دو كونداني، اشناهو الاحساس يعني اللي كتحس بيه انت تجاه لو كونداني؟ دائما لو سونتيمون اللي كتحس بيه انت تجاه لو كونداني هو البيتي، الشفقه، كومباسيون، التعاطف. ميمكنش غتحس بشي حاجه اخرى، الشخص غادي يموت غيخلي عائله ديالو يعني نادم على الجريمه اللي دار، كاع داكشي اللي كيعاود لينا خاصك حتى تكون واحد شويه يعني لين، وغادي يبقى فيك لو كونداني اوتوماتيكمون غتقولوا بيتي ولا كومباسيون. ايموغيفو اسيستي ا اون كونداناسيون، يقدر هذا يكون هو السؤال 9 و10، يقول لك واش انت كتبغي انك تحضر مثلا تشوف واحد الشخص كيتعدم؟ ا فوتخو افي لا ميزا مور اي لا ميور سوليسيون بوغ ديمونيي لو طو دي كريم، من وجهه النظر ديالك واش حكم الاعدام هو يعني واحد الحل زعما زوين باش اننا نقصوا ديمونيي نقصوا من النسبه ديال الاجرام؟ ثاني هنا غتعطي البوان دو فيو ديالك بطبيعه الحال لا جوستيفيكاسيون، يعني دائما السؤال 9 و10 كيكون داكشي خصو جوستيفيكاسيون. سؤال مواري هو لا فيغور دو ستيل، يعني ضروري نهار الامتحان غتلقى السؤال ديال لا فيغور دو ستيل، داكشي علاش قلت لكم قبل حاولوا تضبطوا لي فيغور، وحطيت لكم اهم لي فيغور اللي كيبقاو يتعاودوا في جميع الجهات ديال المملكه، ركزوا عليهم مزيان. كيف ديجا علمتكم ان الفيغور دو ستيل كيتعطى بجوج ديال الاجزاء، يعني اول جزء يا اما كيقولوا لك حدد ليا لا فيغور انت خصك اوتوماتيكمون تجيب لا فيغور صحيح، يا اما كيعطيوك تختار يعطيوك ما بين 4 ديال لي فيغور ويقول لك عزل ليا ديك لا فيغور اللي كاين في ديك الجمله. سؤال موالي كيكون هو لي في ريغوشيرشي، كالي لي في ريغوشيرشي بار سيت امبلوا، يعني اشنا هو الهدف من استعمال هذاك لا فيغور؟ دائما كيتعطى هذا السؤال هذا، يعني كان شحال هذه ما كيتعطاش، واني مؤخرا ولا كيتعطى دائما الفيغور دو ستيل يعني ملاصق معاه لي في ريغوشيرشي. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا لا فيديو، كنتمنى اكثر ان هاد لي كيسيون اللي عطيتكم تخدموا عليهم والاجوبه ديالهم يكونوا عندكم واجدين باش تربحوا الوقت نهار الامتحان الجوي في حالات كانت عندنا لو ديرني جور دان كونداني. الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله والى معلومه جديده، وما تنساوش قبل ما تخرجوا من لا فيديو خبطوا جام وشي كومونتير للتشجيع، والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.